صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ نحكيه على بطولتنا، لكن قبل ذلك نحكيه على العرض اللي يوصل للاعب الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان. هو نحكيه على فريق المجري، الفريق المجري لعيسى العيدوني فرنسا باروش، الفريق اللي يلعب الشامبيونز ليج، الفريق المتصدر بطولته، كان حتحصل على اللقب الموسم الفارط اللي قبله. الفريق ذا يتقدم بعرض رسمي لانتداب متوسط ميدان الترجي والمنتخب الوطني محمد علي بن رمضان في انتظار رد هيئة الترجي. نعرف برمضان عقده مع الفريق يوفا في جوان 2023، وهو محل اهتمام أندية فرنسية أخرى، لكن إذا الاهتمام موجود صحيح، لكن العرض الرسمي اللي تبعث رسميا هو العرض اللي جاي من نادي فرنس باروش المجاري. نحكي على بطولتنا، كما قلنا البارحة تلعبت الدفعة الثانية من مقابلة الجولة التاسعة، هي كلها مقابلة المجموعة الثانية. نعطيكم النتائج، نعطيكم الترتيب زادة بعد النتائج. بالنسبة للمقابلة تلعبت في رادس بين النادي الافريقي واتحاد المنستير، المنستير يباغت النادي الافريقي، ربحوا 3-1 في مقابلة البارح بطولة أومارو في الدقيقة 11، نادر الغندري ضد مرميه في 38، محمد أمين بوزيان في 39، يعني 3 بطولات للمستير تمركوا في الشوط الأول. بعدها النادي الافريقي في الدقيقة 44 من نفس الشوط مركة هدف وحيد عن طريق حمدي العبيدي، بعد فما ضربة جزاء ضيعها نادر الغندري في آخر لحظات الشوط الأول وتصدي لها الحارس الدولي بشير بن سعيد. 3-1 للمستير قدام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي لعب 3 مقابلات الأخيرة في رادس، ربح ماتش وخسر زوز على ميدان، والاتحاد يربح النادي الإفريقي ذهاب وإياب 3-1 ويرجع لصدارة المجموعة. الأولمبي البيجي أمام المستقبل سليمان في مقابلة مركو فيها 5 بونتوات، ربحها 3-2. الأولمبي كان مركة فراس غومة وفارس غومة ضد مرميه في الدقيقة الثانية، عبد الرحمن الحنشي مركة الهدف الثاني للأولمبي في الدقيقة 14، وسام بوغرة مركة الثالث في 53، وبونتوات مستقبل سليمان مركاهم حمزة المبروك بزوز ضربات جزاء في الدقيقة 58 والدقيقة 90+2، وخامس انتصار في آخر 5 مقابلات مع قدوم المدرب طارق الجرية. بالنسبة للأولمبي بيجي رقم محقوش الأولمبي منذ تواجده في البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، ولا حتى في البطولة في شكلها لقديم البطولة الوطنية. مستقبل الرجيش وأولمبيك سيدي بوزيد، أولمبيك سيدي بوزيد البارح يعمل أول انتصار خارج الميدان منذ تواجده في الرابطة الأولى الموسم هذا. زوز انتصارات لزوز كانوا ضد الرجيش بنفس النتيجة. بالنسبة لأولمبيك سيدي بوزيد البارح 1-1 قدام الرجيش في الرجيش، مونتو ماركيه مايكل أوغواشي في الدقيقة 66، نفس النتيجة اللي كان ربح بها أولمبيك سيدي بوزيد نفس الفريق في مقابلة الذهاب قدام الرجيش. نحكي في سيدي بوزيد بالذات، نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان مقابلة هذه فيها 3 أهداف، 2-1 للمتلوي قدام الاتحاد. بنتويت النجم المتلوي مركيه حمزة المستوري في الدقيقة 7 ومولا في الدقيقة 65، بنتو اتحاد بن قردان في الدقيقة 90+5 ذلل به الفارق بشير الغرياني هو صاحب الهدف. وثاني انتصار للمتلوي منذ بداية الموسم. اتحاد بن قردان ما طولش في الصدارة، نجم نقوله رجع للمركز الثاني بعد ما كان موجود في الجولة الأخيرة في صدارة المجموعة. الاتحاد ما يتعادلش الموسم هذا، 6 ربح 3 هزائم في 9 مقابلات. الترتيب بعد مقابلة البارح في المجموعة الثانية، اتحاد المنستير عنده 19 نقطة في المركز الأول، بعيد نقطة على اتحاد بن قردان ب 18 نقطة، بعيد نقطتين على الأولمبي البيجي في المركز الثالث ب 17 نقطة، مستقبل سليمان عنده 12 نقطة في المركز الرابع، النادي الإفريقي بعده بنقطة في المركز الخامس ب 11 نقطة، نحكيه على النجم المتلوي السادس عنده 9 نقاط، وأولمبيك سيدي بوزيد 8 نقاط في المركز قبل الأخير والمركز الأخير في المجموعة الثانية بعد 9 جولات. المستقبل رجيش 6 نقاط. على بعض المقابلات نقول كل 3 أيام ثم جولة بالبطولة، نهار الأربعاء عندنا جولة، هي الجولة 10 بالنسبة للبرنامج، وكل المقابلات تلعب فرد وقت لساعتين، زوز مجموعات يتلعبوا فرد وقت. نحكي على 4 مقابلات في المجموعة الأولى و4 مقابلات في المجموعة الثانية. في المجموعة الأولى فما قمة بين الأساساس ونجم الرياضي الساحلي في المهيري، فما قمة أخرى في رادس بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي، أمل حمام سوسة يستقبل النادي البنزرتي، اتحاد تطاوين يستقبل هلال الشابة. بالنسبة المجموعة الثانية مستقبل سليمان والنادي الافريقي مقابلة مهمة جدا، اذا نحكي على مركز رابع يأهل الى البلاي اوف مرحلة التتويج، مقابلة بين سليمان اللي عنده 12 نقطة، النادي الافريقي اللي عنده 11 نقطة كما قلنا نهار الاربعاء بداية من الساعتين. اتحاد المنستير مع نجم المتلوي، اتحاد بن قردان مع مستقبل رجيش، اولمبيك سيدي بوزيد دون حضور الجمهور يواجه الاولمبي البيجي. نعود نذكر هذه مقابلة الجولة 10 من البطولة تتلعب كلها نهار الاربعاء بداية من الساعتين.
كرة في أوروبا، أهم نتائج بالنسبة للبارح، السيتي والفرامبتون 3-0 للسيتي البارح، تريبلي لهالاند في الجولة 21، لكن إذا كان ربحت السيتي فأنه هذا ما ينقص حتى شيء من تواجد أرسنال في الصدارة، أرسنال اللي واصل التألق واللي يعاود مرة أخرى يربح فريق من الفرق الكبار في البطولة الإنجليزية، المرة هذه يربح مانشستر يونايتد 3-2. أرسنال بالانتصار هذا عنده 50 نقطة تنقص المقابلة، وبعيد 5 نقاط على سيتي في المركز الثاني ب 45 نقطة. في السيريا في إيطاليا جولة 19، سبيتزيا مع روما، روما البارح يربح 2-0 خارج الميدان، ونقولوا مرة أخرى يوفي يتعثر، مرة أخرى يوفي يلقى صعوبات في البطولة الإيطالية، يتعادل 3-3 مع أتلانتا على ميدان، ونذكروا مازالكي عنده عقوبة إلا 15 نقطة في الفترة الأخيرة، العقوبة اللي تسلطت على يوفي بسبب الشبهات في صفقات انتقالات ملاعبية. دونك نحكيوا على الليغا ونكملوا بها الليغا، البطولة الإسبانية الجولة 18، برشلونة مع خيطافي 1-0 البارح، برشلونة الريال يربح في بلباو قدام أتلتيك بلباو 2-0. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.